أبان علينا من المدينة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنا صغير كان طموحي وهدفي أن أصبح قارئا للقرآن الكريم وحافظا له، وكان طموحي أيضا أن أدرس العلوم الشرعية وأن أكمل دراستي الأكاديمية وأن أصبح إماما وخطيبا. فدرست الأحكام التلاوة في دورات قرآنية، ودخلت في دورات أيضا لتعلم الأنغام العراقية والمقامات العراقية، ودرست للعلوم الشرعية وأكملت دراستي الأكاديمية وحصلت على شهادة الماجستير في تخصص الفقه والأصول.